في مفاجأة تعجب لها الكل، طلع محمد صبحي في برنامج وقال الأرض مش كروية، معهد الفلك مسكتش. فمصراوي نشر الخبر ده هوت في الاثنين 22 يوليو 2024 بعنوان معهد الفلك يرد على الفنان محمد صبحي قائلا له لا تنشر المؤامرة أو التزييف. تعالوا نشوف الخبر بيقول إيه. الخبر بيقول أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بيانا رد خلاله على التصريح الأخير الذي أدلى به الفنان محمد صبحي وذكر فيه أن الأرض ليست كروية. وأضاف المعهد أن علوم الفلك منذ الإغريق مرورا بالحضارة الإسلامية حتى صعود الإنسان إلى الفضاء أكدت على حقيقة واحدة، أن الأرض ليست مسطحة بل جرم سماوي كروي مثل بقية الكواكب. وطالب المعهد من الوسط الإعلامي والفني الحرص على عدم نشر نظريات المؤامرة أو العلم الزائف الذي ليس له أصل بحثي. يذكر أن الفنان محمد صبحي قد تحدث خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة المذاع عبر قناة صدى البلد عن الأزمات المناخية، وقال صبحي أن هناك معلومات تؤكد أن الفترة المقبلة بها خطورة مناخية وأن الأبحاث أثبتت أن الأرض ليست كروية. مش عارف أنا الأبحاث اللي بيقول عليها ديت شافها فين. وقال كمان مش نهاية الأرض القطبين الشمالي والجنوبي، لكن في أراضي أنت ما تعرفهاش ولا توصل لها. ده الكلام ده قاله الحمدي رزق، واستنكر عدد كبير من المتخصصين والمثقفين تصريح محمد صبحي، ورأوا أن فيه مناهضة للعلم الذي أثبت كروية الأرض، وغرقت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالجدل في هذا الشأن. انتوا ايه رأيكم بقى؟ شاركونا في التعليقات، الأرض كروية ولا مسطحة؟ كان في قصة جميلة أنا قريتها وقلت أشاركها معاكم. يوم الثلاث اللي فات حصل معايا موقف غير علاقتي مع ربنا تماما. أعرفكم بنفسي الأول، أنا يوسف 42 سنة متجوز وعندي طفل في تانية ابتدائي، معايا محل في الغردقة وده مصدر رزقي الوحيد. المدام اتصلت بي يوم الثلاث قالت لي المدرسة بعتت إنذار مع الولد بدفع المصاريف، ولو ما دفعناش لغاية يوم الخميس الولد هيتمنع من دخول المدرسة. أثناء وأنا بكلم مراتي ابني خد منها التليفون وقال لي كلمة قطعت قلبي، قال لي يا بابا المس قالت لي قدام زمايلي طالما أبوك مش معاه يعلمك جايبك ليه مدرسة خاصة، ما يوديك مدرسة حكومية وما يقرفناش معاه. قلت له معلش يا حبيبي أنا هكلم ربنا وهقول له على عملته معاك المس وهو هيعاقبها عشان ضايقتك، ما تزعلش حقك عليا. قال لي طيب يا بابا من فضلك قول لربنا يبعت لنا الفلوس بسرعة عشان أنا خايف المس تضربني وما تدخلنيش المدرسة تاني. قلت له ما تخافش يا حبيبي أنا هكلمه حالا وانت كمان كلمه عشان يعرف إننا محتاجينه قوي. قفلت مع ابني وأنا قلبي بيتعصر من وجع الألم اللي أنا فيه، مفيش شغل والسياحة واقعة ومش عارف أجيب فلوس منين هتجنن. صوت الولد وهو بيترجاني خلاني أعيط وأنا عاجز مش عارف أعمل له إيه. طلعت بره المحل، كانت الساعة 8:30 بالليل، وقفت وبصيت للسما قلت له يا رب فكها بقى أنا تعبت بجد. وأنا سرحان لقيت حد بيخبط على كتفي، لقيته زبون خليجي بيقول لي حضرتك هنا في المحل. من شدة الحزن اللي أنا كنت فيه كانت عينيا مدمعة، ما قدرتش أنطق وأقول له أيوة، يا دوب هزيت دماغي ودخلت المحل. خدت نفس عشان أعرف أقابل الزبون كويس وسبته يلف في المحل ويتفرج. بعدها بخمس دقايق تقريبا لقيته بيقول لي ممكن تساعدني، رحت له
هل اللي عاوز دي ودي 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 ولم حاجات كتير ساعتها، اول ما لقيته بيلم حاجات كتير فرحت وحسيت ربنا اخيرا حس بيا وهيفرجها. المهم لم حاجات في حدود 6000 جنيه. قلت في بالي حلو قوي، انا كده اقدر ادفع قسط المدرسة والايجار واشيل جزء كمان منه. راح الراجل قال لي بس انا هدفع بالكارت. قلت له ماشي مفيش مشاكل عندي مكنة. ساعتها حصل موقف قلب كل الموازين. الراجل جه يدفع اما دخل الرقم السري بتاعه 3 مرات غلط لغاية اما الكارت اتقفل. لقيت الراجل بيقول لي معلش انا اسف ما معيش كاش، وخد بعضه ومشي. انا ساعتها من شدة ضيقي وقعت على الارض وفضلت اضرب ايدي في الارض جامد وانا باصص لصورة ربنا. بقيت ازعق معاه واقول له انت بتعذبني ليه؟ بعته ليه من الاول لما هو مش هيقدر يشتري؟ ليه بتعمل كده؟ ليه؟ ايه ذنب الواد الصغير يتهان قدام زمايله؟ حس بيا بقى، خف عني انا مش قد تجاربك دي. المهم عدت حوالي 3 ساعات وبدأت اهدى شوية لغاية ما جت الساعة حوالي 11:30 بالليل، وخلاص اليوم خلص والمحلات اللي جنبي بدأت تقفل. رن تليفوني، لقيت ابني بيكلمني من تليفون مامته بيقول لي بابا انا كلمت ربنا وقلت له على كل حاجة، يا ترى هيبعت الفلوس؟ قلت له طبعا يا حبيبي ده بيحبك قوي ومستحيل يرفض لك طلب، نام انت دلوقتي عشان تروح مدرستك بدري بكرة. قفلت معاه وانا مش عارف اعمل ايه. جت الساعة 1 والشارع فضي والمحلات قفلت. بدأت ألم عشان أقفل وأروح، وأنا على باب المحل بقفل لقيت واحد من ورايا قال لي يعني أنا قطع المسافة دي كلها عشان ألقاك بتقفل؟ ببص ورايا لقيته الزبون الخليجي واقف ومبتسم وقال لي معلش روحت غيرت فلوس ورجعت لك عشان أنا مسافر بكرة الصبح ولازم أخد الحاجات دي. ساعتها قلبي كان طاير من الفرحة، كنت في سعادة مش قادر أوصفها. وأنا داخل المحل بصيت لصورة ربنا وقلت له في سري شكرا لأنك ما سمحتش بكسرة قلب ابني وما رفضتش صلاته. تاني يوم الصبح بعت الفلوس للمدرسة عن طريق البنك واتصلت بالمدرسة واشتكيت الميس اللي ضايقت ابني، وكان رد المدرسة انها الزمت الميس بالاعتذار لابني في طابور الصباح قدام المدرسة كلها. بالليل كلمت ابني وقلت له مش قلت لك ربنا بيحبك ومستحيل يرفض لك طلب؟ ده ربنا قال ادعيني في يوم الضيق انقذك فتمجدني. مزمور 50 ليتمجد اسم الرب. إيهاب نصحي كتب الكاهن القبطي اللي ساعد شامبليون في فك حجر رشيد كان اسمه القس يوحنا الشفتشي. نجح فرانسوا شامبليون في فك رموز اللغة الهيروغليفية في عام 1822، ولكن هذا النجاح لم يأتي من فراغ أو بجهد وحده، وإنما استعان بكاهن قبطي يدعى يوحنا الشفتشي في مساعدته على فك رموز اللغة الهيروغليفية، وذلك عن طريق ربطها بقواعد اللغة القبطية. ولد القس يوحنا في القاهرة لعائلة من صياغ الدهب، فكلمة الشفتشي في اللغة العربية يستخدمها صائغ الدهب للدلالة على الخيوط الدقيقة المنقوشة في حيز مفرغ ولا يراها الناظر إلا في شفافية الضوء. ولعل ما يدعم هذا الاستنتاج أن صياغة الدهب كانت حرفة متوارثة بين الأقباط منذ أقدم العصور. المهم عمل مترجما فوريا بمنطقة الجيزة وكاتبا أول في محكمة الشؤون التجارية، كما عمل بناء على توصية من العالم الرياضي فوريه مترجما لدى اللجنة التي شكلها كليبر لجمع مواد تاريخ الحملة الفرنسية.
وعندما خرج الفيلق القبطي بقيادة المعلم يعقوب من مصر متوجها إلى فرنسا، خرج معهم القسي يوحنا، ثم عمل كاهنا للأقباط المهاجرين وقام في شارع سان روك في باريس، وهناك قصده شامبليون ليأخذ منه دروس في تعليم اللغة القبطية، لأنه كان مؤمن بأهمية اللغة القبطية لأنها التطور الطبيعي للغة الهيروغليفية. لذا افترض أن معرفته للغة القبطية سوف تساعده كثيرا في فك رموز اللغة الهيروغليفية، وسجل هذا في مذكرات عندما ذكر: سلمت نفسي بالكامل إلى اللغة القبطية، لقد أصبحت قبطيا إلى درجة أن تسليتي الوحيدة الآن هي ترجمة كل ما يخطر على بالي إلى اللغة القبطية، ثم إني أتحدث إلى نفسي بالقبطية، وقد تمكنت من هذه اللغة إلى درجة أنني قادر أن أعلم قواعدها لأي شخص خلال يوم واحد. وتتبعت تسلسل الروابط التركيبية لهذه اللغة، ثم حللت كل شيء تحليلا كاملا، وهو ما سيعطيني دون أدنى شك المفتاح اللازم لحل اللغز وفك شفرة نظام العلامات الهيروغليفية، وهو المفتاح الذي حتما سأعثر عليه. وذكر شامبليون أيضا فضل الكاهن القبطي يوحنا الشفتشي صراحة في مذكراته حين ذكر الخطاب الذي أرسله إلى أخيه، فكتب له: إنني ذاهب الآن إلى كاهن قبطي يسكن في سانت روش في شارع سانت هونوروي، وهذا الكاهن يعلمني الأسماء القبطية وكيفية نطق الحروف، وإنني أكرس الآن نفسي كلية لتعلم اللغة القبطية، إذ أريد أن أتقن هذه اللغة مثلما أتقن الفرنسية، وإن نجاحي في دراسة البرديات المصرية سيعتمد على إتقاني لهذه اللغة القبطية. كما ورد ذكر اسم أبونا يوحنا الشفتشي أيضا ضمن مجموعة العلماء الذين ساعدوا في إعداد كتاب وصف مصر. وعثر أخيرا على تزكية مؤرخة بتاريخ 6 أبريل 1816 ميلادية تحمل توقيعات 7 من أشهر العلماء الفرنسيين في القرن 19 يثنون فيها على ثقافة القس يوحنا الشفتشي الواسعة، مع الإشارة إلى زهده وتواضعه. وفي عام 1825 قرر القس يوحنا أن يغادر باريس الباردة واتجه إلى مارسيليا التماسا لمناخ أدفأ وأنسب لحالته الصحية، وتنيح في نفس العام. ويبقى اسم الكاهن القبطي المصري يوحنا الشفتشي الجندي المجهول وراء هذا الإنجاز التاريخي، والذي ساعد شامبليون في فك حجر رشيد. وادي نشر الصورة ديت المتعلقة بالموضوع. الله ينيح نفس الكاهن القبطي المصري يوحنا الشفتشي ويرحمه. الدكتور خالد منتصر علق على موضوع رأس طالبة الإسماعيلية فرح سعيد، ونشر البوست ده هوت اللي مكتوب فيه: بعد أسيوط رأس طالبة مصرية أخرى بحفل تخرجها يثير الجدل. ومكتوب في الخبر: على غرار طالبة أسيوط أثار فيديو لرقص طالبة مصرية تدعى فرح سعيد خلال حفل تخرجها في الإسماعيلية جدلا كبيرا على مواقع التواصل، ووجهت للطالبة المصرية انتقادات واتهامات بالرقص المثير غير اللائق وسط زملائها من الشباب، مما سبب أزمة للفتاة. الفيديو نشره مصور عبر حسابه على التيك توك وأثار ضجة في مصر، مما دفعه إلى حذفه. فعلق الدكتور خالد منتصر على موضوع فرح ده وكتب: ما كل هذا العداء للفرح والبهجة؟ ما كل هذه الهستيريا والعصاب التي تلبست المجتمع المصري وادخلته في حالة من سعار الضباع تجاه فرح بنات بالتخرج؟ جامعات بتهتز وقضايا بتترفع وعمدة بيستنكروا ومحامين بيهددوا برفع قضايا وأعضاء برلمان يقدموا طلب إحاطة، ومصر مقلوبة عشان رأسة صراخ لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى. أختاه مصر تنتفض من أسيوط حيث رقصت سمر إلى الإسماعيلية حيث رقصت فرح. الخلاصة إن أي بنت جميلة أصبحت تستفز
الغدة السلفية المصرية ذات المزاج الكئيب، أصبحت شكوى أي رجل يعاني من احتقان كبت مبررا لافتراس ونهش وتدمير أي بنت قررت أن تفرح. يا سادة، البنت في أي مجتمع فراشة ملونة تنشر البهجة وعطر يفوح ينصر الفرح والجمال في الكون. إذا كنتم تفضلون الفراشات السود ذوات الأجنحة المقصوصة وتفضلون رائحة المجاري على رائحة العطور الفرنسية فأنتم أحرار، هذا شأنكم ما دمتم ترفضون دخول المصحات النفسية والعلاج من عقدكم وكلاكيعكم. لكن لا تفرضوا علينا كتالوج القبح بتاعكم علينا. أيضا نشر بوست تاني كان كاتب فيه: عايز تبقى محافظ مشهور وصاحب إنجازات ملكش دعوة بمرور ولا زبالة ولا كهرباء ولا مية ولا بيوت مخالفة، كل المطلوب منك تجيب دكتور قدام الكاميرا وتهزقه. طبعا البوست ده بعد حادثة طبيبة المراغة. وأيضا كتب بوست تاني: لا أستوعب حتى هذه اللحظة النقاب في ثلاثة مهن، الطب والتمريض والتدريس، كيف ترتدي الطبيبة والممرضة بالذات النقاب في مهنة أساسها التواصل الإنساني. والبوست الأخير ده هوت كان فيه واحد رد عليه وشبع شتيمة فيه، قاعد يشتم 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 يشتم، مش هينفع حتى أقول الشتائم ديت في الفيديو. فهو علق بقى على موضوع الشتائم ديت وكتب ايه: ده شاب مسلم قوي ارتفع أورجازم الجهاد السلفي عنده فقرر يشتمني على المذهب الحنبلي، كل ده عشان انتقدت النقاب في مهنة الطب والتمريض والتدريس، وفي عز الأورجازم الإيماني الذي ينتهي دائما بقصف السباب السريع لم يقرأ انتقادي للمحافظ أو قرأه، ومارس تدليس وتقية الإخوة بارك الله فيهم. لكن هو ماشي على مبدأ: هل شتمت خالد منتصر اليوم لتدخل الجنة؟ المدهش انه عايش برا في البلاد اللي فتحت حضنها للإسلاميين الكيوت اللي زي الأخ ده تحت مظلة حقوق الإنسان، اللي أول من سيحطمها هناك هم أمثال هذا الأخ الكيوت. أشكره على لغته الإيمانية الرفيعة، السلفيين دول طيبين أوي يا خال، بس بصراحة أفحمني بمنطقه وتقواه وورعه وجعلني أقول للدول الغربية: إسلاموفوبيا إيه يا جماعة، ده احنا طيبين ومتحضرين ومتسامحين أوي. كريم جايين كتب: لا يوجد دولة أو مجتمع على وجه الأرض ومنذ بدء الخليقة إلا وفي اتجاهات عرقية ودينية وحزبية وطائفية ومذهبية يمكن أن تقضي عليه لو تم استثمارها، لكن كل هذه المجتمعات الغربية منها والشرقية لا يوجد بينهم النظام القطري والجزيرة التي تسعى وتستثمر هذه الخلافات لتدمير تلك الدول. لقد استغلت الجزيرة وأزرعها كل النزاعات العرقية والطائفية والدينية بل والوطنية والقومية في العالم العربي من المحيط للخليج لتدميره دولة بعد الأخرى مستغلة جهل العالم العربي، وقد نجحت بالفعل في كل معاركها تقريبا، ابتداء بالعراق مرورا بثورات دمرت 10 دول عربية وشردت أهلها. لا أعلم السبب، ربما عقد قديم عند الأسرة الحاكمة أو عقدة نابليون. هلا سرحان كتبت: الكارثة في عبارات ومصطلحات الوطن البديل وسودان بديل وبعدها سوريا بديل ويمن بديل، اللعب لعب الكبار في الغرف المغلقة لأصحاب العميقة الذين يديرون العالم الجديد وتغيير خرائط العالم الجغرافية وتفتيت وتفكيك مراكز القوى وأولها الشرق الأوسط وعلى رأسها الدولة العظمى مصر الجائزة الكبرى، ونجحوا في العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن والسودان طبقا للمذاهب والطوائف والعقائد والديانات واجتياح الأراضي والحروب، والآن
الشماعة الجديدة التسربل بعباءة اللاجئين وتحويله إلى توطين وتقسيم واستيطان ومستوطنات، والبديل وتحتها مليون خط. كنا أول من حذرنا، وحين لفتنا النظر إلى فيديوهات الذئاب المنفردة وإمارة حبايب المقترحة من أشخاص فرادة، قلنا أن ما يحدث ليس صدفة أو أراء شخصية، بل لباس جديد بدون حرب. ولا يحزنون، اجتياح ملايين من اللاجئين، وأصبحت الهجرة غير الشرعية مصيبة جديدة تمنح مهلة لتقنين الأوضاع لكل من دخل أو كسر الإقامة بدون تأشيرة وإقامة مؤقتة. لابد أن يتم الترحيل لأنه ارتكب جريمة الدخول إلى الأراضي المصرية بطرق غير شرعية، مهرب تهريبا. الكارثة في تعبير البديل أنه يشرع فكرة إقامة دولة إسرائيل التي قامت على أساس ديني، وأن أرض فلسطين تمنح من بريطانيا بين قوسين وطن بديل لليهود من كل أنحاء العالم. واضح تماما أن الفكرة يتم إحياؤها الآن بقوة من أصحاب أجندة التقسيم والتوطين بأداة احتلال مقنع اسمه اللجوء. لابد أيضا من تغيير قوانين جديدة ووقف التسهيلات والقوانين التي تمكن اللاجئ الرسمي من التعليم والإقامة وتملك الأراضي والعقارات واحتكار مناطق أو أحياء وصناعات وتجارة بأكملها. نحن في حاجة إلى إنقاذ المصريين من أن يجور على حقوق مواطناتهم دخلاء، ولابد من تجديد الرقابة على التجار مافيا اللجوء في كل مكان. مصر ليست دولة مفتوحة للهجرة والمهاجرين. لدينا مشكلة في زيادة مطردة لعدد السكان، وما يحتاجه البيت يحرم على الجامع. نحن في حاجة إلى رؤية مستقبلية حتى لا تتغير الهوية المصرية ولا النسيج المجتمعي الديمغرافي الأصيل العتيد. لاحظوا أن القارة الأفريقية بحالها وأفارقة أمريكا طلعوا لنا بلوى أخرى اسمها المركزية الأفريقية، وإدعاء أنهم أصحاب الحضارة الفرعونية وورثتها. ده ملف عجيب طلع لنا في المقدر الجديد، ومحدش يقول صدفة. واضح أن الأطماع في أرض وثروات مصر رهيبة، والجشع الوقح، ومحاولات بائسة يائسة لتمرير مخطط التقسيم ضانهم. أيمن كتب: اختفاء المصريين من أحياء كاملة على الرغم من كل الإجراءات التي قالوا إنها تمت، إلا أن الضيوف عايشين حياتهم عادي جدا، وما زلنا كمصريين ندفع ثمن أخطاء الدول المجاورة اللي خربت بلادها بإيديها. ذنبنا إيه ندفع ثمن كل ده من دم عيالنا على الحدود اللي واقفين يحرسونا؟ ويجي عيل من الضيوف دول ياخد وظيفة الجندي ده لما يخرج من خدمته ما يلاقيش شغل ولا يلاقي عيلته في الشارع عشان يسكنوا البهوات اللي رجعوا، يعيشوا حياتهم تاني واختفت أي حملات للتفتيش على أوراق الضيوف في مناطق تجمعاتهم زي ما صرحوا وقالوا في وسائل الإعلام. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.